ان التوقيت عامل مهم جدا في نجاح اي استثمار، ومع استقرار سعر الصرف الان في مصر دلوقتي انسب وقت تقدر تستثمر فيه في مصر، والاخص لو في مشروع ضخم زي العاصمة الادارية الجديدة. وده طبعا بيرجع لموقع العاصمة الادارية الجديدة الاستراتيجي وقرب العاصمة الادارية الجديدة من المطارات الرئيسية والطرق السريعة، خلى فيه سهولة وصول للعاصمة الادارية الجديدة، واصبحت العاصمة الادارية الجديدة مركز مثالي للاعمال. العاصمة الادارية الجديدة واجهت مصر مستقبليا اقتصاديا، ومن افضل المواقع اللي تقدر تستثمر فيها في العاصمة الادارية الجديدة هي الحي الحكومي، لان متوفر فيه عامل الندرة، ده غير طبعا انه اول منطقة هتتسلم في العاصمة الادارية الجديدة، وبالاضافة لوجود الوزارات المصرية والبنوك والبنك المركزي والبورصة المصرية وطبعا الهيئات والجهات الحكومية. وفقا للبنك المركزي المصري، حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر خلال عام 2023 تجاوز مليارات الدولارات، والحكومة المصرية بتقدم تميزات وتسهيلات لجذب المستثمرين للعاصمة الإدارية الجديدة. تواصل معنا علشان تعرف ايه هي المميزات ديت، وكون جزء من مستقبل الاستثمار في مصر. مع ارك بلان، استثمارك في امان.